تقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ولشعب مصر العظيم بأصدق التهاني والأمنيات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. ودعا رئيس مجلس الشيوخ المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على جميع الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وعلى مصر بمزيد من الأمن والازدهار. تحتفل مصر والأمة العربية الإسلامية خلال الأيام القليلة القادمة بعيد الأضحى المبارك، تلك المناسبة الغالية والعزيزة علينا جميعا، والتي تحمل في طياتها الكثير من الدلالات والمعاني الإيمانية الجليلة، حيث يتوافد الحجيج من جميع دول العالم لأداء فريضة الحج، تلك الرحلة الإيمانية العظيمة التي تصفي القلوب وتطهر النفوس وتشكل تطبيقا عمليا للفضائل والقيم الإنسانية الحميدة. وبهذه المناسبة اسمحوا لي أن أتقدم باسمي وباسمكم جميعا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولشعب مصر العظيم بأصدق التهاني والأمنيات، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على جميع الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وعلى بلدنا العزيز بمزيد من الأمن والازدهار.